السلام عليكم، تحية طيبة على الجميع، وأهلا وسهلا بكم في سلسلة دروس لماذا نحتاج أومنت بلس بلس. في هذه المحاضرة راح ناخذ ترانسبورت بروتوكول التي سي بي، اليو دي بي، الاس سي تي بي، والار تي بي بروتوكول. هناك نوعين من المودل، اسمه واحد او اس اي مودل اللي فيه 7 لايرات، و تي سي بي اي بي مودول اللي فيه 4 لايرات. ال او اس اي مودول متكون من ابلكيشن لاير، برزنتيشن لاير، سيشن لاير، ترانسبورت نتورك، داتا لينك، اند فيزيكال لاير. في هذه تي سي بي اي بي قاموا بدمج اللايرات الثلاثة اللي هنا، الابلكيشن لاير مع برزنتيشن بالسيشن، الدمجة داخل الابلكيشن لاير. بينما ترانسبورت لاير في الاو اس اي مودل بقت نفسها بالتي سي بي اي بي مودل. النتورك لاير بقت نفسها بس مع تغير الاسم من نتورك الى الانترنت لاير. وكذلك قاموا بجمع الداتا لينك لاير والفيزيكال لاير الى لينك لاير بالتي سي تي سي بي اي بي مودل. احنا راح نتكلم على البروتوكولات الموجوده بالترانسبورت لاير في هذه المحاضره. الترانسبورت لاير تعتبر هي الكوميونيكيشن اللوجيكالي بتوين سندر الى الريسيفر، بمعنى انه هي البروسس تو بروسس كوميونيكيشن، هي مسؤوله على تصحيح الخطا، مسؤوله على توثيق البيانات هل وصلت او ما وصلت البيانات الموجوده. كذلك هذه اللاير هي مسؤوله الباكت اللي تكون في المسج لما تكون هنا موجوده في هذه اللاير في ترانسبورت تقوم بتقطيعها الى سيجمنت ثم نقلها للاير قبلها. في حال الريسيف تقوم بجمع هذه السيجمنت ورجعها الى هيئتها مسج الى ابلكيشن لاير. فهذه اللاير ترانسبورت لاير فيها بروتوكولات مشهوره ومعروفه داخل تستخدم، اللي هي تي سي بي، اليو دي بي، الاس سي تي بي، والار تي بي بروتوكول. التي سي بي بروتوكول اختصار الى ترانسميشن كنترول بروتوكول. يعتبر هذا البروتوكول هو كونكتد، وكذلك يعتبر انه ريلايبل وستيت ميموري. الفيتشر اللي يوفرها البروتوكول هو كونكشن استابليشمنت اند ترمينيشن. كذلك يوفر فلو كنترول، ايرور كنترول، كونجستن كنترول. هاي الصوره تشوف ال تي سي بي هيدر شلون متكون، بمعنى اوضح كيفيه شغل تي سي بي. هل الكلاينت اول شغله يبعث سكنايز مسج الى السيرفر، بعدين السيرفر راح يدير سكنايز مسج مع اكنولجمنت الى الكلاينت، الكلاينت راح يقوم بعمليه الاكنولجمنت. هاي العمليه اسمها 3-way handshake. في هذه العمليه حتى يكون الارسال جدا موثوق وهو ينشئ الكونكشن، فلهذا السبب صار connected and reliable. UDP بروتوكول اختصار الى User Datagram بروتوكول، هو البروتوكول يكون connectionless، unreliable، stateless، no flow control، no handshake. هاي الخصائص المتعلقة في هذا البروتوكول، اي بمعنى الكلاينت يبعث request، السيرفر يدز له الريسبونس بدون اي 3-way handshake. هذا شكل الهدر الخاص باليو دي بروتوكول. بينما على بروتوكول الاس سي تي بي بروتوكول هو اختصار الى ستريم كنترول ترانسميشن بروتوكول، هو جمع افضل الخصائص الموجوده في اليو دي بي مع الخصائص الموجوده بالتي سي بي، أصبح هذا البروتوكول موجود. فلو نلاحظ هذا الهدر، التركيبة المتكونة من عندها البروتوكول، طريقة عمل هذا البروتوكول، الكلاينت يرسل init message إلى السيرفر، السيرفر راح يدز init زاد acknowledgement message إلى الكلاينت، الكلاينت راح يبعث كوكي مع الايكو، كذلك راح يبعث السيرفر اخر شيء يعني جاوبه بالكوكي اند
اكنولجمنت الى الكلاينت. هاي العمليه هاي طريقة يشتغل بها البروتوكول اللي يعتبر هو جامع أفضل الخصائص ما بين البروتوكولين. RTP بروتوكول اختصار إلى Real Time Transmission Protocol هو المستخدم في نقل الصوت والفويس الأوديو والفيديو over network. يعتبر هذا البروتوكول هو لنقل الستريم الميديا الموجود فيها في الشبكة. هذا شكل الهيدر اللي متكون من عند الار تي بي بروتوكول، وهاي الكلاينت ان سيرفر يبعث ريكويست راح يدز ريسبون. للاجابه على السؤال الحلقه لماذا نحتاج اومنت، الجواب لان اومنت توفر في ترانسبورت لاير تي سي بي بروتوكول مع خصائصه مع الهيدر اللي فيه. كذلك UDP موجود داخل اومنت، لايبراري موجوده، وكذلك البروتوكول SCTP. اما البروتوكول RTP فهو يعتبر حاله خاصه موجوده في داخل اومنت، فلهذا السبب يكون من عزل موجود. طريقه تنفيذ البروتوكول ترانسبورت بروتوكول، بعد ما تنصب الاومنت بلس بلس تقوم بتنصيب الاينت فريم ورك اللي راح تجد فيها جميع اللايبراري والكلاس المتعلقه بالترانسبورت بروتوكول، وبامكانك ان تعدل، ان تضيف، ان تحسن، ان تقارن شغلك مع شغل غيرك في خلال مشروعك بالماستر وبالدكتوراه.